بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمشيئة الله ستنشر فيديوهاتي المستقبلة في صباح السبت والاثنين والأربعاء. في حالة إعجابك اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد. عنوان الفيديو اليوم: بالصور كإرشادية، أثر الفرق بين بيوت الولد الأرانب الفردية وبيوت الولدة الجماعية بخط البطاريات. بيوت الولدة ببلادنا هي بيوت ولدة فردية، أي كل بيت يخص العين للأم العشار بالقفص، وهذا يفيد في عملية تنظيف وتطهير البيت بعد ولادة الأم وفطام نتاجها تمهيدا لوضعه لأم أخرى بعد ذلك سيستحق ميعاد ولادتها. أما في بطاريات الخارج، وكما هو يتضح بصور عنابرهم، فالبيوت تكاد تكون متجاورة على طول خط البطاريات وغير منفصل، أي نظريا لا يمكن القيام بعملية التنظيف التي يتبعها التطهير لكل عين نظرا للتجاور يمينا ويسارا. طب ايه الفرق واهميته؟ اهميته ان يعي المربي خاصة المبتدئ ان الارانب لها امراض عادية وامراض معدية وهي الاخطر. طيب ماذا لو اصاب احد الامهات مرض معدي مثل الجرب وهي متواجدة باحد بيوت الولدة المتجاورة؟ فحتى عند معالجتها وتطهير بيتها، لكن احتمالية أن تكون العدوى انتقلت لبيوت الولدة وأمهاتها المتجاورة لها يمينا ويسارا، فتفيل الجرب هو حشرة دقيقة لا ترى بالعين المجردة، ترى فقط بالميكروسكوب، ولكنها دائمة البحث عن عائل لها، والعدوى تأتي من تسربها يمينا ويسارا، وعدوى من تجده في طريقها من أي عائل محتمل لها حتى لو كان المربي نفسه. هذا رأيي الشخصي في الفرق بين النظامين، وعلى المربي أخذ قراره في هذا الشأن ومدى قناعته بذلك. سننتقل للشق الثاني، عبارة عن ردود وتعليقات على استفسارات مربيين الأرانب. ففي أخ هنا بيقول: مرحبا، لو أربي الإناث أرانب وحدهم وأعمل عديد بيوت ولدة أو جسور أسمنتية للولادة والفطام وحدهم والذكور كل واحد وحده، هل ينفع والإناث لن تفترس أبناء الإناث الأخرى ولا راح تفترس؟ واضح من الكلام ده ان ده بيربي تربية ارضية، والتربية الارضية اضرارها كتير جدا. طبعا انت هتعمل للاناث كل انثى بيت او جحر لوحدها، ماشي، كل انثى بتروح لمكانها بحاسة الشم، وكل انثى بتراعي الانثى التانية. لكن ازاي هتتابع عملية التلقيح بالنسبة للذكر لأم معينة عشان تسجل مع التلقيح عشان تجهز لها البيت ده؟ لأن يعني البيت ده لازم يتجهز بعد كل ولادة، لازم يتحط فرشة جديدة، يتنظف ويطهر يتحط فرشة جديدة. سؤال تاني بيقول: خوتي الله يستركم، ما هو سبب العطس المستمر للأرانب؟ العطس المستمر للأرانب ده له ثلاث أسباب. على المربي أنه يكتشف أنه سبب فيهم هو المسبب ويعالجه ويعالج المسبب نفسه. والكلام ده أنا منزل في حلقة ممكن ترجع لها، رقم 228. سؤال تاني بيقول: جماعة عندي سؤال، كوبيلاج بيبيون حرة مع بيبيون كروازي، واش يخرج كاين ليه يبيعه على أساس حر، واش رأيكم؟ طبعا حكاية إنك عاوز تبيع سلالة
لازم يكون الأصل أساسا عندك سلالة بيور مش متهجنة. إذا كان عندك سلالة بيور يبقى هتلقح نفس السلالة دي البيور مع نفس السلالة البيور بتاعتها، فتطلع لك سلالة بيور. يعني مثلا البيبيون حر مع بيبيون كروزيه، هتحط مثلا البيبيون كروزيه مع البيبيون كروزيه هيطلع لك بيبيون كروزيه إذا كان بيور من الأصل. وبالنسبة للبيبيون الحر برضه هتحط بيبيون حر مع بيبيون حر إذا كان من الأصل السلالة نقية، فهيطلع لك السلالة اللي أنت عايزها. وأخيرا تقبلوا سلامي وتحياتي.